السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم، مع أن نطالع أبرز ما طالعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وعناوين خاصة بالشأن اليمني، وهذه جولة سريعة في أبرز تلك العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ: إثر إغلاق الحوثيين مطار صنعاء، التحالف يعلن جاهزية المطارات السعودية لاستقبال الطائرات الأممية. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك عنيفة جنوبي مأرب. يمن مفخخ بالألغام، إرهاب حوثي بتمويل أممي. في وكالة خبر: موقع كيهان الإيراني، حسن إيرلو توفي جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن. مقتل عشرات الحوثيين في مقبنة وجبل راس بنيران القوات المشتركة وطيران التحالف. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع 130 من التربويين والطلاب في صفوفها جلهم من محافظة دمار. نازحو من مقبنة وجبل راس يعانون ظروفا معيشية صعبة في ظل تجاهل المنظمات الإنسانية لهم. في عدن الغد، البنك الدولي يوافق على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار. مقتل 21 عنصرا حوثيا بينهم قائد ميداني بغارات جوية غرب تعز. بينها اليمن، صندوق النقد يوافق على تخفيض خدمة الديون عن 25 بلد منخفضة الدخل. برنامج الأغذية العالمي يقلل الحصص الغذائية في اليمن. في صحيفة الشارع نطالع: اليمن تبحث مع صندوق النقد الدولي طرق حقوق السحب من حصتها البالغة 665 مليون دولار. أمريكا تجدد دعمها للحكومة في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وتتهم إيران بلعب دور ضار للغاية في اليمن. مأرب، ضغط حوثي متواصل لتحقيق اختراق ميداني نحو نقطة الفلج، والقوات الحكومية تحبط أعنف الهجمات. في صحيفة الأيام، المبعوث الأمريكي: الأزمة اليمنية صراع أهلي لكنه معقد، لجنة مرتقبة لإعادة فحص أسماء المستفيدين من الأراضي في لحج. 20 حالة طلاق يوميا في عدن. وزير المالية ومحافظ المركز يبحثان سحب 665 مليون دولار. احتجاجات شعبية في أحور على ارتفاع الأسعار. مضايقات الحوثيين تشل الحركة المعيشية والتجارية في بيحان. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم عناوينها الخاصة بالشأن اليمني، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط: التأكيد على استمرار إيران في التصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي، تفاهم خليجي بريطاني على السياسة الخارجية وقضايا الأمن الإقليمي. مقتل 250 حوثيا وتدمير 29 آلية عسكرية بضربات في الجوف. طهران تعلن وفاة مندوبها في صنعاء بكورونا وسط تشكيك يمني. سفراء دول كبرى يدعون لوقف النار، والشرعية تتهم الحوثي بعدم الجدية. قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية. في صحيفة العرب اللندنية، وفاة حسن إيرلو ورفع الحماية عن مطار صنعاء، بداية لفصل جديد في الصراع اليمني. أحد ضباط الحرس الثوري الموجودين في صنعاء سيخلف السفير الإيراني. أما في القدس العربي، الحوثيون أغلقوه منذ الأحد مطار صنعاء الدولي يخرج عن الخدمة إثر تعرضه لثلاث غارات جوية من مقاتلات التحالف العربي. وأخيرا من الجريدة الكويتية، التحالف يسقط حماية مطار صنعاء ويقصف المسيرات الحوثية. إيران تعلن وفاة سفيرها لدى الحوثيين متأثرا بكورونا بعد نقله لطهران، وتقارير تتحدث عن اغتياله.
تحت عنوان الفراغ السياسي في اليمن، كتب حسين البهام. بعد 7 سنوات من الحرب بين الفرقاء السياسيين، أصبحت اليمن تعيش فراغا سياسيا بامتياز. لم تستطع أي قوة من القوى المحلية المتصارعة أن تملي حيزا من الفراغ ولو في محيط تواجدها، فأصبح الشعب يتجرع مرارات الأسى والحزن والفقر بسبب طيش تلك النخبة السياسية وجهلها لأبسط الأمور. كل هذا سهل على القوى الإقليمية الإحلال محل القوى المحلية التي تحولت إلى بيادق تحركها كيف تشاء ومتى تشاء، فأصبحت اليمن دولة مسلوبة السيادة. اليوم أصبح من يدير المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي هو تلك الدول، وإن ادعت بعض القوى وطنيتها وحبها ببعض الكلمات، إلا أن تلك الكلمات المغطاة برداء الوطنية لا تجدي نفعا، فهي حبيسة مصالحها التي رهنتها لتلك القوى كي تبقى حاضرة في المشهد السياسي. اليوم اليمن تتجاذبه تلك القوى وتستنزف قوته البشرية في حرب عبثية تقودها على هذا الشعب تحت مسميات وهمية عفى عليها الزمن. لقد غطت هذه الحرب وتستنزف ما تبقى من المخزون الثقافي والفكري بعد أن استنزفت العقل السياسي. لهذا لم يعد أمام المفكرين والمثقفين إلا الوقوف صفا واحدا ضد ذلك الغزو الفكري والاستعماري لهذا البلد. فهل ستكون هناك صحوة فكرية ثقافية تخرج اليمن من دائرة الصراع المراد له الاستمرار حتى لا نفقد ما تبقى لنا من هويتنا الثقافية والحضارية؟ أم أن الوهن والخوف أصبح حبيس كل مثقف؟ إذن العديد من المواضيع التي ناقشتها الصحافة المحلية والعربية هذا اليوم، لكن تبقى ربما أن من العناوين البارزة هي اقتصادية. البنك الدولي وافق على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار، وأيضا محافظ البنك المركزي ووزير المالية كان قد عقد اجتماعا افتراضيا مع البنك الدولي من أجل السحب من مخصصات اليمن التي تتجاوز 625 مليون دولار. فهل تقدم هذه الخطوات على ربما إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اليمني وأيضا تدهور العملة، خصوصا أننا لاحظنا خلال الأيام الماضية تحسن ملحوظ للغاية في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات، وربما المواطن ينتظر الآن تحسن أيضا أسعار السلع من قبل التجار والرقابة عليهم بعد أن انخفض سعر الدولار. لمناقشة هذا الموضوع وأبرز ما يمكن ربما أن تأخذه هذه الخطوة، يسرني أن يكون ضيفي الأستاذ عبد العالم حيدر، الصحفي والكاتب السياسي من القاهرة. أهلا بك أستاذ عبد العالم. أهلا وسهلا بكم. أستاذ عبد العالم، لو بدأت معك ربما من هذه النقطة، هذه الخطوات، الدعم المالي الآن من قبل البنك الدولي، الخطوات التي يقدم عليها المحافظ الجديد البنك المركزي وزير المالية، كل هذه الخطوات في رأيك هل تسهم بالفعل في تحسن الاقتصاد في المناطق المحررة؟ في البدء نستطيع أن نقول أنه الخطر القادم أو الخطر الذي كاد أن يعصف بالاقتصاد بشكل عام ويعصف هو أحد من أهم الأسباب اللي جعل الدول العظمى وأيضا دول التحالف أنه لابد من إصلاح، من عملية إصلاح مالية واقتصادية وإدارية. تعيين محافظ البنك مشهود له بالكفاءة، مشهود له بالنزاهة، أيضا مهما كان مشهود له بالنزاهة والبعد عن الفساد، إن لم توجد هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل دول التحالف بأنه لابد من عملية إصلاح واسعة، إصلاح مالي وإداري، لا يمكن أن تنجح تلك الخطوات أو تلك الخطط. ما نقرأه أو المؤشرات التي نراها أنه هناك دعم كبير جدا، كان دولي أو كان إقليمي ومن دول التحالف. عودة سفر محمد رئيس مجلس إدارة البنك إلى المملكة العربية السعودية وتلقي الوعود كبيرة بضخ مبلغ كبير جدا كوديعة لاستعادة الريال قيمته. في هنا خطوات لابد منها، وهي انه لابد من اغلاق كل محلات صرافه الغير مرخصه، لابد من اشراف مباشر من قبل البنك المركزي على 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 محلات صرافه. واعتقد انه بحسب متابعتي انه تمت هناك الان مثل هذه الخطوات. اذا نستطيع ان نقول انه هناك
يعني الريال بدأ يستعيد عافيته رويدا رويدا، لكن مع الخطوة الثانية أنه لابد ما يرافق تلك الإصلاحات المالية، لابد من إصلاحات سعرية، لابد من أن يلاحظ المواطن أنه هناك تغير في الأسعار، لأنه إذا انخفاض الدولار لم ينعكس انعكاس مباشر على السلع الغذائية وعلى المواد الغذائية للمواطنين، أعتقد أنه لا قدوة من. لكن أستاذ عبد العالم، ربما البعض يقول بأنه لا يمكن أن يتقدم الاقتصاد إلا بعد خطوات وإصلاحات سياسية. سأعود إليك في هذه النقطة وأهمية تلك الإصلاحات ومطالبة حتى الإقليم والمجتمع الدولي بها، لكن قبل ذلك نشرك معنا أيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ فارس النجار. أهلا بك أستاذ فارس. أستاذ فارس، 170 مليون دولار منحة من البنك المركزي، أيضا محافظ البنك و بل منحة من البنك الدولي عفوا، هناك أيضا موضوع أنه سحب من الاحتياطي النقدي اليمني في البنك الدولي الذي طالب به المحافظ وأيضا وزير المالية. كل هذه الخطوات من منظور اقتصادي هل تسهم بالفعل في إنعاش الاقتصاد اليمني وعودته إلى الحياة، أم أنها فقط حقن مهدئة لا أقل ولا أكثر؟ مجددا وإلى كل السادة المشاهدين، في حقيقة الأمر سواء كانت موضوع صندوق النقد الدولي، هي طبعا وحدات سحب خاصة وهي أحد وسائل صندوق النقد الدولي لتمويل الدول الأعضاء، وطبعا هذه وحدات السحب عادة ما تكون مشروطة ولا تبعاتها في كيفية استخدامها، وهذا أمر يجب أن نضعه بالأهمية. وبشكل عام أي قروض أو أي منح ممكن أن تحصل عليها اليمن حاليا ما هي إلا وسائل مساعدة لمعالجة تدهور العملة الوطنية، ولكنها ليست حلول جذرية لمعالجة المشكلة. بطبيعة الحال نحن سبق في اليمن أن حصلنا على وديعة في العام 2018، نعم ساهمت وديعة الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى استقرار كبير في أسعار السلع والخدمات واستقرار أسعار الصرف لمدة عامين، ولكن نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية على مستوى الاقتصاد اليمني، لأنه باستمرار الحال كما هو عليه، استمرار المؤسسات الإيرادية المعطلة بشكل متعمد وغير متعمد، هنا نتحدث عن قطاع الاتصالات الذي ما زال مسيطر عليه الحوثيين، نتحدث على مراكز التحكم أجواء الذي ما زال مسيطر عليها الحوثيين، نتحدث عن مؤسسات معطلة كالضرائب والجمارك، وما زال كبار المكلفين يدفعون الضرائب إلى مناطق سيطرة الإنقلابيين، شركات المضاربة والمضاربين وعدم قدرة البنك المركزي على التحكم بالمشهد، كل هذه أمور بحاجة إلى معالجة حقيقية. على المستوى الاقتصادي نحن بلد اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة رئيسية على صادراته من النفط والغاز. اليوم نحن الغاز متوقف على التصدير، لأن نحن بحاجة إلى إعادة صادراتنا من الغاز. نحن بحاجة إلى بناء حالة من الاستقرار السياسي والأمن. لكن الدكتور فارس أو أستاذ فارس، الحديث عن أن النفط موقف التصدير، هناك قرأنا الكثير من الأخبار عن تصدير للنفط وأن هناك تصدير بالفعل يتم، آخر خبر ربما مغادرة حاوية تحمل أكثر من 2 مليون برميل من حضرموت. أخي العزيز، حاليا إنتاجنا حسب تصريحات الحكومة، نحن كنا في ما قبل الحرب ننتج ما يقارب 400,000 برميل يوميا، وكان يعني يرفد موازنة الدولة أكثر من مليار ونصف مليار دولار. اليوم نحن صادراتنا النفطية لا تتعدى 55,000 برميل يوميا. كان هناك المفترض أن تعود 5 شركات للعمل ليزيد الإنتاج إلى أكثر من 70,000 إلى 75,000 برميل، والمفترض أن خطة الحكومة بأن تعمل على زيادة الإنتاج ليصل إلى 140,000 برميل. ما زلنا متعثرين في هذه الخطوات للأسف أخي العزيز. الصراعات السياسية والصراعات البينية السياسية وعدم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشق العسكري والأمني والشق السياسي منه والشق الاقتصادي ألقى بضلاله أيضا على الواقع الاقتصادي. هذه النقطة ربما سأعود إليها المناقشة مع ضيفي، لكن هل بالفعل هذه ربما الواردات أو الصادرات من النفط وأيضا إنتاج الغاز اليومي، هل بالفعل تذهب إلى خزينة الدولة أم أن تذهب كل محافظ يحتجزها أو أن هناك ربما نافذين؟ نحن فعلا الحقيقة هذه مشكلة كبيرة، ما زالت هناك مبيعات النفط وعلى الغاز. نحن حاليا موقف تصدير الغاز، لكن نتكلم على النفط، في هناك كثير من مبيعات النفط ما زالت توجع في حسابات خاصة، صحيح أنها تحت إدارة البنك المركزي ولكنها توجع في البنك الأهلي السعودي، وأيضا هناك عدم التزام لكثير من المحافظات في التوريد للحساب العام للحكومة، هناك عدم التزام
بالصرف وفقا للقانون في الكثير من المحافظات المحررة. هناك قوى سياسية وقوى نفوذ سياسية وسلطات أمنية في الكثير من المحافظات المحررة أصبحت تأخذ هي الإيرادات بكرة الدولة، وبالتالي نحن بحاجة لحوكمة هذا الأمر، بحاجة إلى ضبط تحصيل إيرادات، بحاجة إلى رفع كفاءة تحصيل إيرادات، تحسين مستوى يعني معالجة الفساد الذي يشوف في المؤسسات الإيرادية حتى نستطيع الانطلاق إلى الأمام. جميلة. أيضا موضوع الغاز أستاذ فارس، هناك إنتاج ربما نعم أستاذ فارس فقط موضوع الغاز، هناك إنتاج بملايين أو مليارات الريالات شهريا ويتم بيعه داخليا، لم يكن حتى للتصدير، بل أن السوق متعطش لمادة الغاز كثيرا. سأعود إليك ربما لمناقشة هذه النقطة، لكن قبل ذلك أعود إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ عبد العالم حيدر. الأستاذ عبد العالم، لا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن يذهب نحو ربما الاستقرار إن لم يكن هناك إصلاح سياسي، فالإشكالية ربما غير مفهومة في اليمن، دائما ما تكون صراع الساسة من أجل الاقتصاد، إلا في اليمن يسخر الاقتصاد من أجل صراعات الساسة. لا توجد حكومة أصلا قادرة على أن توجه. لو لاحظنا الآن سنجد أنه تنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي لم يستكمل بشكل كامل، والدليل على ذلك أنه عودة الوزراء إلى الحكومة إلى عدن تتم بشكل انتقائي، لا يسمح الكثير من الوزراء بالعودة، تجدهم تداوموا في سيئون ولا يمكن العودة لهم إلى عدن، بينما رئيس الوزراء يستطيع أن يعود إلى عدن. إذن هناك المعاكات السياسية والمكايدات بين المكونات الجنوبية ببعضها البعض، أنه لو رأينا نحن بشكل واضح أنه سنجد أنه الوزراء الجنوبيين هم غير مسموح لهم بالعودة إلى عدن، بينما الوزراء الآخرين الحكومة يمكن لهم العودة بما فيهم رئيس وزراء. إذا نستطيع أن نقول أن هناك مكايدات منطقية مقيتة تتوجد بداخل جسر الشرعية نفسها تعلقل أن تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض بشكل كامل، لأنه إلى الآن تم تشكيل حكومة وفق محاصصة، لكن هل استطاعت هذه الحكومة العودة كلحمة واحدة والعودة إلى عدن وممارسة عملها من عدن لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أو إصلاحات إدارية ومعالجة أمور كثير من أمور الفساد؟ الإجابة لا. أيضا الشق العسكري مهم جدا، بعدم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض يعرقل قيام الكثير من 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 الإصلاحات، لأنه أنت ترى اليوم في ازدواجية كبير جدا في الأجهزة الأمنية، أيضا هناك الجيوش تدار بشكل خاطئ، الحوثي بيهدد الجبهات. نستطيع أن نقول إنه عدم الاستقرار الأمني، عدم حالة الجبهات برضو تعرقل إقامة الكثير من الإصلاحات اللي يمكن أن تكون. نحن نؤمل بشكل كبير جدا على انه المحافظ البنك الجديد وتعيين ايضا نائب وزير الماليه، وهناك خطوات جاده لعمليه اصلاح مالي واداري من شانها انه اذا وجدت الدعم قد ضخ مبلغ مالي كبير جدا كوديعه من دول التحالف، هذا ما يتم التامل عليه، لانه انا اعتقد ودرجه قرب كبيره جدا من بعض المقربين من محافظ البنك انه اشترط عليهم انه لابد من ايجاد وديعه يستطيع من خلالها ان ينهض الريال، لانه بغير وجود هذه الوديعه لو تحدثنا ايضا الحديث عن اشتراطات للتحالف بانه لن يضخ وديعه الا بعد ان يتم تنفيذ اتفاق الرياض. لا، هو من المشرف على اتفاق الرياض؟ من الذي يستطيع ان يجبر الاطراف على تنفيذ اتفاق الرياض؟ هي دول التحالف. نحن عندما نتكلم بشكل واضح دعنا نكون صريحين انه تستطيع دول التحالف وهي التي رعت هذا الاتفاق وهي التي اوجدت هذا الاتفاق تستطيع ان تقبل الأطراف الموجودة على تنفيذه، مثل ما تم تنفيذ الشق السياسي رغم أنه كما قلت لم يكتمل ولن يكتمل إلا بعودة الحكومة كلها إلى عدن وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن. لكن نستطيع أن نقول أنه هناك خطوات نحو تنفيذ الشق السياسي، لكن الشق العسكري هو المهم اليوم. ما يجري من عملية مماحكات من يعني الأصابع فوق الزناد في ما بين أبيان والضالع وما بين شقرة والمناطق هذه، إذن هل تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن تحقق يعني إصلاح مالي وإداري وإصلاح اقتصادي وأنت والبنادق لا زالت يعني تهدد في أي لحظة في انفجار الوضع؟ جميل جميل جدا، خصوصا أنا اليوم فتحت حضرموت أيضا على ودخلت على دائرة الصراع وأيضا المناطق ربما التي تشد مماحكات، هذه بالمجمل تعرقل إصلاح مالي. سأعود إليك، لكن قبل ذلك دعني أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف أستاذ فارس النجار. أستاذ فارس، رغم كل هذه الأوضاع التي يطرحها ضيفي من القاهرة السياسية وأيضا عدم تنفيذ اتفاق الرياض وكل هذه المماحكات، لا يبدو أن هناك ربما أمل في الأفق لإصلاح الاقتصاد. لا، ما زال لابد أن نتمسك، ما زال أنا هنا في الرياض وأؤكد لك أخي العزيز أن هناك مشاورات حثيثة
ما بين كافة الأطراف السياسية الموقعة على ميثاق الرياض لاستكمال تنفيذ الشق السياسي وتعيين المحافظين ومدراء الأمن، وكما كان هناك توافق حول إدارة البنك المركزي. أعتقد أننا سنشهد المرحلة القادمة توافق أيضا على تعيين قيادات أخرى على مستوى المؤسسات الإرادية وحلحلة الأمور. بطبيعة الحال أنا من وجهة نظري أتفائل، ولكن أتفائل بحذر، وأقول بأن التفاؤل موجود ولكن أتفائل بحذر كخبير اقتصادي. المؤشرات إيجابية ولكن نريد أن نرى تطبيقا واقعيا على الأرض لكل الخطوات التي ممكن أن تنعش الاقتصاد وتنقله من حالة التدهور الكبير الذي يعيشه اليوم. ولا يبدأ ذلك، بدأنا بعملية الإصلاح في البنك المركزي ويجب على عملية الإصلاحات ألا تنتهي. علينا أن نشكل ضغطا إعلاميا كخبراء اقتصاديين وكقنوات وكإعلاميين على الحكومة وعلى كافة الأطراف السياسية بضرورة المضي واستكمال عملية إصلاح المؤسسات الإرادية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية. اليوم تكفي صراعات، الصراعات هذه لا تخدم أخيراً للعدو المشترك لنا جميعا كيمنيين وهو الحوثي، وهو الذي ما زال يستخدمها اليوم. أي فساد في الشرعية هذا لا يخدم إلا الطرف الآخر ولا يخدم إلا إيران في المنطقة. ولذلك يجب أن نتمسك بالأمل، يجب أن نواصل دورنا الإعلامي ودورنا التنويري بالضغط والضغط بضرورة استكمال عملية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لنقل البلد من هذه المسألة، لأن اليوم أمام الشعب الكل شريك في هذا وضحت الفكرة. وضحت الفكرة الأستاذ فارس النجار الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.